الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية أن الضرائب المفروضة في قانون الموازنة العامة لعام 2020 تطبق بأثر رجعي، وأشارت اللجنة إلى أنه من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة. دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودة الحكومة إلى إجراء تقييم شامل لسلبيات قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وقالت جودة إن ما يقرب من 95% من السلع الموجودة في الأسواق المحلية هي سلع مستوردة، ما يرفع سعرها مع ارتفاع سعر الدولار، وهو ما جعل المواطن يدفع ثمن الفساد وسوء الإدارة. كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط وإتلاف أدوية بشرية دخلت بشكل غير قانوني عن طريق مطار بغداد الدولي. وقالت الهيئة إن منفذ مطار بغداد الدولي أتلف أدوية بشرية متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد، وذلك بعد ضبطها في صالات المسافرين في المطار. وتشهد المنافذ الجوية والبرية في العراق عمليات تهريب كبيرة تتم برعاية الميليشيات التابعة للأحزاب المتنفذة في الحكومة الحالية. كشفت إحصاءات نشرتها وزارة المالية الأردنية على موقعها الإلكتروني عن صعود لافت للدين العام للبلاد للسنة المالية المنتهية، وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد بلغت نسبة الدين العام في الأردن للعام 2020 أكثر من 37 مليار دولار بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي، ليعادل الدين العام 85% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي الإحصائيات الجديدة في الوقت الذي يعاني فيه الأردن من نقص المواد الطبيعية وصعوبات اقتصادية دفعته نحو الاعتماد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية. ورفع مصرف سوريا المركزي أسعار دولار الحوالات الخارجية إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بعدما انضاعف سعر الدولار الرسمي ليقترب من سعر السوق السوداء. وقالت مصادر صحفية إن النظام في سوريا يتجه إلى توحيد سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق السورية، ويأتي القرار بالتوازي مع عزل حاكم البنك المركزي السوري بعد تحميله مسؤولية تهاوي سعر الليرة عبر ضخ كتل قروض كبيرة بالليرة وعدم اتخاذ مبادرات لتحسين سعر الصرف. ارتفعت أسعار النفط إلى مستوى جديد لأربعة أسابيع بفضل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي وتوقعات لزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك. وبعد صعودها في وقت سابق نحو 5%، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتاً بما يعادل 0.5%، ليتحدد سعر التسوية نحو 67 دولاراً للبرميل، في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً ليغلق على 63 دولاراً و46 سنتاً للبرميل الواحد. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.